صباح الخير واهلا وسهلا فيكم من جديد مع الموسوعة الهندسية. اليوم عندنا فيديو اللي هو الثالث بدورة مقاومة المواد، واليوم بدنا نحكي عن موضوع جدا مهم ومثال كتير حلو وضروري الواحد يفهمه لحتى يقدر يتابع بالدورة. طيب، أو بالمادة اللي نحن عم نشكلها ضمن المنظومة التعليمية اللي عندنا. واليوم هذه المقارنة راح تكون ما بين الطريقة التحليلية بمقاومة المواد والنمذج والمحاكاة باستخدام برنامج سوليد ووركس بشكل كتير بسيط ولطيف يعني. هلا راح نحن نعرض مسألة لحساب ردود الأفعال الناتجة عن تأثير الكون المطبقة على الطرف الحر لجائز ومثبت من الطرف الآخر بمسند. هلا المسند اللي نحن عرضناهن بالشرح له عدة أنواع، له ردين فعل وله عزم. فالمثال رح يكون هيك بهالبساطة، هاي من هذا النوع الجائز. المسألة: احسب ردود الأفعال والعزوم للجائز المبين بالشكل. أبعاده مبينة على الشكل هون، هاي القوة 1000 نيوتن، الطول 1000، وستين بمية. حل التمرين: نحن استبدلنا المسند اللي هون ب قوتين وبعزم. فلحساب ردود الأفعال بنطبق المعادلة التالية: مجموع القوى على المحور X بيساوي الصفر، والمجموع القوى على المحور Y بتساوي الصفر. لكن هاي القوة رح نشوفها، هي هون هاي القوة هي هون. طيب إذا كان نحن هاي جهتها كرة فعل للأعلى وهي بجهتها للأسفل، فهني متعاكستين بالجهة. إذا كان مجموعين بيساوي الصفر لكن اتجاهين متعاكسين، بالتالي واحدة مني رح تكون ناقص لأنه هن مو بنفس الاتجاه، فراح يكون مجموع بيساوي الصفر لكن متخالفتين بالإشارة. فبنلاحظ هون إشارة ناقص بيساوي 1000، بالتالي القوة هي 1000 نيوتن. هون بنطبق العزم F بال، طوله هي 1 متر ضرب 1000، بيطلع معنا 1000 نيوتن متر. هلا بننتقل لموضوع الحل باستخدام برنامج سوليد وورك. هلا نحن أول خطوة لحتى نبدأ بدراسة الجائز، لازم نحن نقوم برسم سكتش، وبعدها نرسم الجائز، نعمل له اكسترود، ولازم نرسمه وفق الأبعاد اللي هي مطلوبة. هيك بكون انتهى رسم الجائز. هلا بننتقل لموضوع السيميوليشن، لموضوع المحاكاة والنمذجة. ناخذ نيو ستادي، ندخل على ستاتيك، نختار ستاتيك. هلا على اليسار في نحن عنا عدة خيارات. نحن المطلوب منا انه نملأ هاي الخيارات لحتى نقوم بالدراسة. فأول شي راح نضيف مادة، المادة هي خليط فولاذ
حبيب ألو ستيل، طبعا معامل مرونة موجود، يعني نفس المعطيات، يعني 210 ألف نيوتن على المتر مربع، وبنختار نقطة التثبيت. يعني نقطة التثبيت لازم نختارها يعني احنا نكون راسمين نقطة، محددين نقطة بسكتش، وبعد ما نحدد هاي النقطة بنضيف تثبيت إلى. هلا بدنا نحط قوة من الجهة التانية، وهاي القوة لازم نحدد هي كمان بأي اتجاه، محددة باتجاه أي محور. يعني نحن عمليا عندنا عدة خيارات من نبدأ بالدراسة بملأ وفق نص المسألة لحتى نتمكن نحن من حل النموذج. بعدين نحن بنعطي خيار إنه run this study، يعني حل المسألة هاي، فبيطلع لنا بالنتائج الجداول اللي نحن عم نبحث عنها للنتيجة يعني. وبدنا ناخد الرقم ونقارنه بالحل التحليلي. طبعا الرقم هو متطابق، يعني النتيجة هي نفسها. بهيك بنكون احنا انهينا المثال، نتمنى تكونوا استفدتوا وتابعوا معنا بالدروس القادمة.